مساء الخير، دلوقتي ميعادنا مع الفيديو التاني اللي هنعرف فيه ايه هي الاكاونتنج ايكويشن ونبتدي نتكلم ونطبق عليها. الفيديو التاني بيتكلم مني عن الاكاونتنج ايكويشن والفاينانشال ستيتمنت اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفيديو الاولاني، اللي هم كانت الاكاونتنج ريبورتس اللي بيستخدموها او الاكسترنال ريبورتس اللي بيستخدموها الناس اللي جوه الشركه او الناس اللي بره الشركه. النهارده هنتكلم او في الفيديو ده هنتكلم عن الاكاونتنج ايكويشن اللي بتمشي النظام بتاع الاكاونتنج. لو تفتكر في الفيديو الاولاني احنا قلنا ان الاكاونتنج ده هو انفورميشن سيستم بيحول الانفورميشن الديلي ترانزاكشن في اخر السنه او في اخر نص سنه او في اخر ربع سنه الى فاينانشال داتا. دلوقتي احنا هنعرف مين هي المعادله اللي بتمشي السيستم اللي احنا عملناه. المعادله دي اسمها الاكاونتنج ايكويشن، متكونه من طرفين ليفت سايد ورايت سايد. الليفت سايد اسمه الاسيتس. يعني ايه اسيتس؟ اسيتس يعني ريسورسز، اسيتس يعني الانفستمنت اللي انت هتعمله. الرايت سايد مقسوم حاجتين، حاجه اسمها لايبيليتي واونرز ايكويتي. تعالى نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. اول حاجه عندي هي الاسيتس، وقلنا ان الاسيتس دي هي الريسورسز. التعريف بتاعها بيقول ان الريسورسز دي او ان الاسيتس دي هي ريسورسز ذات اون باي بزنس اند بروفايد فيوتشر يوز. واحنا شغالين في الشرح هيبان لك كل كلمه في التعريف معناها ايه. يعني ايه الاسيتس؟ تعالى نحكي قصه صغيره لواحد صاحبي اسمه اكرامي حب يفتح كافيه. كلم روماريو قال له روماريو هتشتغل معايا محاسب في الكافيه. تعالى نتفق مع بعض كذا اتفاق. اول اتفاق، يا ترى انا شغال عند اكرامي ولا شغال عند الكافيه؟ لا انا شغال عند الكافيه. انا المحاسب بتاع اكرامي ولا المحاسب بتاع الكافيه؟ لا انا المحاسب بتاع الكافيه. يا ترى ادخل فلوس اكرامي مع فلوس المشروع، مكسب اكرامي الشخصي مع مكسب المشروع، مرتبه مع مرتبي؟ لا انا هفصل الاثنين عن بعض. قال له روماريو انا عايز افتح كافيه. فقلت له ما دام انت هتفتح كافيه وهتجيبني محاسب فاحنا لازم يكون عندنا اكاونتنج ايكويشن اللي هنمشي بيها السيستم في الكافيه بتاعنا، واللي هنعمل عليها الريكوردنج وهنعمل ايدنتيفاي وريكورد من خلالها. قال لي طب عشان افتح كافيه لازم يكون عندي ايه؟ قلت له لازم يكون عندك اسيتس. قال لي يعني ايه اسيتس؟ قلت له انت هتفتح كافيه صح؟ قال لي اه. قلت له انت عشان تفتح كافيه لازم انا يكون معايا كاش. كاش؟ اه فلوس نقديه، وده اول ريسورس المفروض يبقى معاك عشان تشتري اي مشروع. طيب خدت العربيه، خدت الفلوس اشتريت بيها عربيه للمشروع عشان انزل اجيب بيها الحاجه بتاعه الكافيه. العربيه دي ريسورس برضو. نزلت التجمع جبت اللاند وكلمت مقاول يبنين البيلد اللي هنعمل عليه الكافيه بتاعنا. نزلت العتبه جبت الايكويبمنت والماشين اللي هشتغل بيها في الكافيه بتاعي. نزلت جبت الانفنتوري والسبلايز اللي هشتغل بيها جوه الكافيه. يعني ايه انفنتوري؟ يعني بضاعه، يعني مواد خام، يعني اللحمه، السكر، الدقيق، البن. السبلايز مين هي السبلايز؟ الكوبايات الورق اللي انت هتقدمها للناس، المناديل اللي موجوده على الترابيزات، كل دي سبلايز. قال لي ايه ال 100,000 جنيه دولت؟ قلت له دول الاتفاق الثاني اللي احنا اتفقنا عليه من الفيديو الاولاني، اللي احنا كل حاجه عندنا هنقيمها بتقييم مالي. ونقول ان انا مش محتاج عربيه عربيتين، ارض ارضين، بيلد ايكويبمنت قد ايه؟ لا انا بقول انا محتاج حاجات بقد ايه. طيب تعالى نقف كده هنا. دلوقتي اتكلمنا في الاسيتس اللي فيها كاش، كار، لاند، بيلد ايكويبمنت، انفنتوري، سبلايز. يا ترى كل دول مش ريسورسز؟ ايه ده؟ هو يعني ايه ريسورسز اصلا؟ ريسورسز يعني موارد تشغيل، يعني الحاجات اللي من غيرها مفيش كافيه. يعني لو الكافيه ده شلت البيلد بتاعه بقى فيه كافيه؟ انا شلت الحيطان ما بقاش فيه كافيه. شلت اللاند بقى فيه كافيه؟ لا مفيش كافيه. مفيش ماشين، مفيش اكويبمنت، مفيش برضه كافيه. فانا لحد دلوقتي اقدر اقول ان الاسيتس هي الريسورسز ذات اوند باي بزنس. ليه اوند باي بزنس؟ هتقول لي هو مش الكافيه ده بتاع اكرامي؟ ليه الحاجات دي مش بتاعت اكرامي؟ عشان ارجع واقول لك وافكرك بالاتفاق الاولاني اللي احنا فصلنا الكافيه عن الاونر. الكافيه بقى مكان او كيان مستقل بذاته. فلحد دلوقتي اقدر اقول ان الاسيتس هي ريسورسز ذات اوند باي بزنس بروفايد فيوتشر يوز. هيبان معايا الموضوع ده كمان دقايق بالظبط. جيت وقفت وحسبت كل الاسيتس اللي انا محتاجها دي طلعت ب 100,000 دولار. معنى كده ان انا عشان اعمل الكافيه انا محتاج انفستمنت، محتاج استثمار، محتاج ناس تيجي تمول ب 100,000 جنيه. وهنا يجي الرايت او الدور بتاع الرايت هاند سايد اوف اكاونتنج ايكويشن اللي هو اللايبيليتيز والاونرز ايكويتي. يعني ايه لايبيليتيز؟ لايبيليتيز يعني ديون. اونرز ايكويتي يعني حقوق الملاك. في الحالة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها في الاكزامبل ده هو مالك واحد هو اكرامي. رحت لاكرامي، يا اكرامي انا محتاجك تعمل لي انفستمنت، محتاجك تعمل لي استثمار ب 100,000. معاك كام يا اكرامي؟ قال لي انا معايا 80,000 جنيه بس. طيب تعالى نشوف ال 80,000 جنيه اللي اكرامي هيدفعهم دولت اسمهم عندي ايه؟ مبدئيا كده انا قلت الكلام ده بس ما قلناهوش على السلايد، ان اللايبيليتيز والاونر ايكوتي حاجه اسمها هاو تو فاينانس.
مين هو الفاينانس؟ الفاينانس هو عكس عمليه الانفستمنت. انفستمنت يعني استثمار، فاينانس يعني تمويل. عشان اعمل مشروع لازم تمويل، وعشان اعمل مشروع ب 100000 جنيه فانا محتاج توتال فاينانس ب 100000 جنيه. الفلوس اللي هيدفعها اكرامي الاونر بتاع المشروع اسمها كابيتال. يعني ايه كابيتال بالعربي؟ يعني راس المال، وهو الاستثمار اللي هيعمله المالك. يعني المالك لما يطلع من جيبه 80000 جنيه ويحطهم في المشروع، فمعنى كده ان المشروع ده فيه كابيتال ب 80000 جنيه، ودي الطريقه الاولانيه من التمويل. طيب يا ترى انا كده بقى معايا الاستثمار ب 100000 جنيه؟ بقى معايا ال 100000 جنيه كاملين ولا لسه معجزه معايا؟ لا لسه معجزه 20000. هجيبهم منين؟ اكرامي معاك فلوس تاني؟ قال لي لا، هضطر اخد بعضي واروح البنك استلف. واستلف يعني هتداين، يعني هيبقى عندي لايبيليتي. واحنا اتفقنا ان اللايبيليتي دي يعني الديون. الديون اللي على مين؟ الديون اللي على اكرامي ولا على المشروع؟ يا ترى هو قال لك الراجل ده سولو ولا بارتنر ولا كوربوريشن؟ لا، انا بتكلم في الفيديو ده عن المطلق وعن الاساس. الاساس بيقول ان اللايبيليتي دي هي ديون عن المشروع. فعدم في حاله عدم قدره المشروع على سدادها، البارتنر او الاونر بيدفعها، عكس الكوربوريشن زي ما خدنا في الفيديو الاولاني. طيب كده انا محتاج تمويل ب 20000 جنيه. عندي طريقتين ممكن اجيبهم بيهم، يا اما اكاونت بيبل او نوت بيبل. ايه ده؟ يعني ايه بيبل؟ بيبل يعني سوف يدفع. اكاونت بيبل يعني فلوس عليك. ليه سميناها بيبل؟ ليه قلنا بي؟ عشان انا في الفيوتشر هعمل عمليه بينج. يعني لو حد سلفني، انا دلوقتي دخل لي فلوس في جيبي صح، بس في الفيوتشر انا هعمل ايه؟ انا هاخد فلوس تاني ولا هدفع؟ بالظبط هدفع. فعشان كده سموها اكاونت بيبل او نوت بيبل. ده الرمز البي. طب الاي والان؟ اي يعني اكاونت، ان يعني نوت. يعني باختصار الراجل اللي سلفك ال20 دول، احنا اتفقنا ان الديون دي على المشروع صح، الراجل اللي سلفك انت مشروع ال20000 جنيه دولت، سلفهم لك بورق ولا من غير ورق؟ مضاك على شيكات؟ مضاك على كمبيالات ولا لا؟ ده الفرق ما بين الاكاونت والنوت. يعني النوت زيها زي الاكاونت، الاثنين لايبيليتي، الاثنين التزامات على المشروع، بس في واحده منهم انا مضيت على ورق، واحده تانية انا ما مضيتش على ورق. كده خلاص بقى معايا ال 100000 جنيه، وبقى معايا 80000 جنيه كابيتال، وال20 معايا ال 100 اقدر انزل اشتري بيهم الحاجات بتاعه الكافيه، والدنيا تمام واقدر افتح. اللي انا بقوله ده صح؟ يا ترى بكره لو رحت انا والاونر، انا واكرامي صاحب المكان، رحنا الكافيه نشرب كوبايه قهوه، هنلاقي حد يعمل لنا كوبايه القهوه؟ هنلاقي ميه في الحنفيه نعمل بيها القهوه؟ اكيد لا طبعا. هتقولي طب يا استاذ ما انت قايل ان الاسس دي ريسورسز اون باي بزنس، ليه ما جبتش اهم ريسورس اللي هو الميه؟ ليه ما جبتش اهم الريسورس اللي هو الهيومن ريسورسز اللي هيشغل لك المكان؟ هقول لك تعالى كده بص معايا على التعريف. الاسيتس قال لك ريسورسز ذات اون باي بزنس. يعني ايه؟ يعني البيزنس يقدر يملكها. يا ترى هي ريسورسز؟ انا ما عنديش مشكله معاك ان المايه ريسورس والهيومن ريسورسز دي ريسورسز، بس يا ترى حضرتك تقدر تملكها؟ لا في حد بيملك مايه ولا في حد بيملك عمال. ايه ده؟ امال ايه اللي بيحصل؟ الناس دي بتشتغل وفي اخر الشهر تلاقي الباب بتاعك بيخبط، محصل الكهرباء جاي بيديك فاتوره الكهرباء بتاعه الشهر اللي فات، شركه المايه جايه بتديك فاتوره المايه بتاعه الشهر اللي فات، العمال اشتغلوا 30 يوم فبتطلع لهم البيرول بتاعهم بتاع ال 30 يوم اللي فاتوا في الشهر اللي هم اشتغلوا فيهم، وعلى اساسه بتدفع لهم ثمن الشغل، ثمن الريسورس اللي انت استخدمته، ثمن الريسورسز اللي انا بستخدمها. اسمه ايه عندي في الاكاونتنج ايكويشن؟ اسمه اكسبنسز. يعني كده ايه معنى الاكسبنسز؟ الاكسبنسز دي الريسورسز ذات يوز، الموارد اللي انت استخدمتها اللي انت ما كنتش تقدر تملكها. الناس دي فادتك، الناس دي قدمت لك خدمه في الماضي، وعلى اساسه انت بتديهم ثمن الخدمه. ثمن الخدمه ده اسمه ايه؟ اسمه اكسبنسز. لو انت عليك فاتوره كهرباء ب 100000 جنيه او ب 100 جنيه 100000 جنيه كتير قوي، لو عليك فاتوره كهرباء ب 100 جنيه ودفعتها، فانت الكاش عندك قل والاكسبنسز عندك زادت، مصاريفك زادت. طب لو ما دفعتهاش كاش ما تسجلهاش؟ قال لك لا تسجلها. انت دفعتها ولا ما دفعتهاش؟ ما دفعتهاش. الراجل اللي اداك الايصال مش بيديك حاجه اسمها كعب اللي هو في اخر الايصال ده؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايصال دين، بيقول لك خد بالك انت كده مديون لنا، وبقى عندك علم ان انت مديون لنا بال100 جنيه بتاعه الايصال. فالاكسبنسز لو ما دفعتهاش هتتحول لاكونت بيبل اللي هو لايبيليتي. في حاجه مهمه اسف لو انا ما كنتش قلتها في الفيديو الاولاني، الا اي ترانزاكشن عندي بيبقى ليها ديول افكت. يعني ايه ديول افكت؟ يعني ليها تاثيرين، مفيش ترانزاكشن بيتاثر على حاجه واحده. يعني مفيش ترانزاكشن هيبقى فيها الكار بس اللي هتتاثر، مفيش ترانزاكشن هيبقى فيها الكاش بس اللي هيتاثر، مفيش ترانزاكشن هتبقى اكسبنسز بس. امال لازم يكون ليها تاثيرين،
زي المثل اللي انا لسه قايله دلوقتي، لو جات لك فاتوره الكهرباء وانت دفعتها كاش، فانت كده عرفت ان المصاريف عندك زادت وان الكاش عندك قل، وده المقصود بالديول افكت او التاثير الثنائي في التسجيل. كده احنا عرفنا مع تعريف الاكسبنسز وايه الفرق ما بينها وما بين الاسيتس، ان الاسيت ريسورسز ذات اوند باي بزنس وبتعمل لي فيوتشر يوز. يعني ايه فيوتشر يوز؟ يعني هقدر استخدمها في المستقبل. العربيه اللي انا جبتها النهارده هروح بيها النهارده وبكره وبعده، يعني مكمله معايا حياتي. لكن سواق التاكسي اللي ركبت معاه العربيه ونزلت واديته ال 50 جنيه، انا اديته ال 50 جنيه كاكسبنسز عشان هو خلاص الراجل ده وصلني. وده الفرق ما بين الاسيتس والاكسبنسز، ان الاسيتس ريسورسز ذات اوند باي بزنس وبتعمل لي فيوتشر يوز، اما الاكسبنسز هي ريسورسز يوزد انت خلاص استخدمتها واستفدت منها وبتدفع ثمن الخدمه اللي اوريدي اتقدمت لك. دلوقتي انا جبت العمال يشتغلوا، جبت الكهرباء وجبت الميه، الكافيه اشتغل وعملت الافتتاح، دخل لي ناس في الكافيه. الناس دي وهي ماشيه بديهم شيك، الشيك ده في الحساب بتاعهم. يا ترى الحساب بتاعهم ده اسمه ايرادات ولا اسمه ارباح؟ بالنسبه لي لا، بالنسبه لي اسمه ايرادات. مين هي الايرادات؟ هو كل حاجه انت جمعتها من الناس سواء كانت كاش او مش كاش. يعني ايه كاش او مش كاش؟ انا ممكن يبقى عندي ايرادات مش كاش. اه الراجل قال لك يبقى لك بتبيع حاجه اجل، بتبيع حاجه اون اكاونت. ايه ده اون اكاونت؟ اه تمام قشطه، دي لايبيليتي اكاونت بيبل ونوت بيبل. ارجع واقول لك تاني وافكرك ان اللايبيليتي هي الفلوس اللي عليك. انت لما تعمل لحد خدمه انت بقى عندك حاجه اسمها ريفينيو، نتيجه اللي انت عملت بيرفورمر سيرفيس او عملت دون لعمليه سيلز. طيب لو انا بعت لحد بيعه او قدمت لحد خدمه فانا اوريدي عندي ريفينيو، حطها على جنب. نيجي للنقطه الثانيه، يا ترى انت خدت ثمن الريفينيو دي كاش؟ الراجل حاسبك كاش واداك الفلوس في ايدك ولا قال لك يبقى لك؟ لو اداك فلوس في ايدك فالايرادات هتزيد والكاش هيزيد. طب لو ما ادكش بقى ليك ولا عليك؟ بقى عليك. طب في الفيوتشر هتعمل ريسيف ولا هتعمل بي؟ هعمل ريسيف. فيظهر عندي اكونتين جداد في الاسيتس اسمهم الاكونت ريسيفبل والنوت ريسيفبل. يعني ايه اكونت ريسيفبل ويعني ايه نوت ريسيفبل؟ محصلات، حاجات انت في الفيوتشر هتستخدمها. هتقول لي طب انت ليه حطيتها في الاسيتس؟ هقول لك تعالى كده فكر معايا وارجع للتعريف. الريسيفبل دي ال1000 جنيه اللي هم قعدوا بيها في الكافيه بالنسبه لي مش ريسورس؟ اه دي مورد. مش اوند باي بزنس؟ مش حاجه حق المشروع؟ اه حق المشروع. انت هتاخدها في المستقبل صح؟ فبتعمل لك حاجه اسمها فيوتشر يوز. عشان كده الاكونت ريسيفبل والنوت ريسيفبل يعتبروا اسيتس. نخش للنقطه اللي بعدها واخر حاجه في الاونرز ايكويتي، وهي الدروينج. يعني ايه الدروينج او يعني ايه الوزدرو؟ يعني المسحوبات الشخصيه. المسحوبات الشخصيه لمين؟ ليا انا اللي شغال في المشروع؟ لا، امال لمين؟ لاكرامي اللي كان صاحب الكافيه. صاحب الكافيه في الاول عمل انفستمنت ال 80. تعالى نفترض اللي هو في نص حياه المشروع عمل الحاجه اللي احنا قلناها في الفيديو الاولاني، خد فلوس من المشروع عشان يجيب عربيه لابنه. هو مش خد فلوس مني انا المشروع؟ فالكاش بتاعي قل. الكاش اللي قل ده مقابله ايه؟ مقابله عمليه دروينج بالعربي اسمها سحب. هو سحب من راس ماله 20,000 جنيه، فبقى عندي دروينج وبقى عندي كاش. اخر اكونتين عندي في الاكونتنج ايكويشن اللي لازم تفهمها كويس عشان دي هتفرق معاك في اولى وفي ثانيه وفي ثالثه وفي رابعه ولحد ما تشتغل. اخر اكونت عندي في الاسيتس حاجه اسمها البريبايد اكسبنسز. هتقول لي اكسبنسز انت حطيتها هنا ليه؟ انت مش قايل ان الاكسبنسز في الاونر ايكوتي؟ هقول لك خد بالك، احنا قلنا الاكسبنسز دي ريسورسز يوزد صح؟ بريبايد يعني قبل الدفع، يعني مدفوعه مقدما. هتقول لي ان انا كده فهمت؟ بتقول ايه؟ هقول لك لو انت نزلت المترو او رحت شركه الطيران جبت تذكره طيران للندن، التذكره دي في الرحله هتقوم يوم 30 ديسمبر، كمان شهر من دلوقتي. يا ترى التذكره اللي انت اشتريتها دي مصاريف؟ مصاريف نقل. هو انت اتنقلت؟ هو انت عملت استخدام للخدمه ولا انت دفعت مقدم؟ ايه ده انا دفعت مقدم، بس انا دفعت مقدم ايه؟ دفعت مقدم خدمه. بقى معايا تذكره طيران الاكسباير بتاعها يوم 30/12، يعني هسافر يوم 30/12، يعني فيوتشر. وتذكره الطيران دي بقت ريسورس وهي في جيبي انا يا شركه، فبقت اوند باي بزنس. فالبريبايد اكسبنسز هي المصاريف المدفوعه مقدما، يعني هي خدمه هتتقدم لك بس في المستقبل وانت النهارده دفعت الثمن بتاعها النقدي. بقى اسمها عندي ايه؟ بقى اسمها عندي بريبايد اكسبنسز، يعني مصاريف مدفوعه مقدما. ايه امثله ثانيه للبريبايد اكسبنسز؟ الانشورنس، بوليصة التأمين اللي والدك عاملها على حياته ولا اللي أنا عاملها على حياتي. أنا بدفع تأمين ل 12 شهر جايين.
ايه تاني؟ prepaid rent، رحت لصاحب البيت اللي ساكن فيه اديته 12 شهر مقدم. يا ترى كده دي expenses، rent expenses؟ هو انا سكنت؟ لا انا لسه هسكن، فبقت برضه prepaid expenses. نخش على اخر اكاونت اللي اكبر من accounting one شويه، وهو الان earned revenue. هتقول لي انت جاي تلخبطنا، هنا prepaid expenses وهنا expenses. هقول لك لا انا مش جاي لخبطك، انا بحطهم لك قدام بعض عشان تعرف الفرق ما بينهم. unearned revenue revenue، ايه ده؟ يعني ايه unearned revenue؟ يعني ايه unearned اصلا؟ unearned يعني غير مكتسب. ارجع اكلمك في assumption المفروض كنا نتكلم عنه في الفيديو ده، وهو الريفينيو والاكسبنسز ريكوجنيشن. امتى نعترف ان انا عندي اكسبنسز وامتى اعترف ان انا عندي ريفينيو؟ عندي اول اساس اسمه الاساس الكاش، وهو بيعترف اسمه الكاش بيزز، وهو بيعترف بالريفينيوز والاكسبنسز بمجرد ما تدفع. دفعتها تسجل اكسبنسز، ما دفعتهاش ما تسجلش. اما الاساس الثاني او اما الاسلوب الثاني ليه الريكوجنيشن، وهو اسمه الاكريال بيز اللي احنا شغالين بيه في المطلق، اللي بيقول اللي انت بتسجل الريفينيو والاكسبنسز بمجرد ما الخدمه تتقدم، بمجرد ما البيعه تتم، بغض النظر سواء دفعت كاش او ما دفعتش كاش. فهنا يظهر عندي الاكونت الجديد اللي في اللايبيليتي اللي اسمه ان ايرند ريفينيو، اللي هي الايرادات الغير مكتسبه. يعني ايه؟ يعني واحد جالي الكافيه بتاع اكرامي اداني 1000 جنيه عربون لعيد ميلاد هيعمله كمان شهر، انا خدت منه الفلوس، الكاش عندي زاد صح؟ طيب يا ترى اقدر اقول ان ال1000 جنيه دي ريفينيو؟ لا طبعا. ليه؟ عشان انا قلت لك ان الريفينيو بيرفورمد، انت خلاص عملتها، السيلز دان حصلت. هو انت دلوقتي خدت منه الفلوس وعملت له عيد ميلاد ولا هتعمله له كمان شهر؟ اما يجي الشهر بحسبها ريفينيو، امال دلوقتي احسبها ايه؟ احسبها ان ايرند ريفينيو، هي الفلوس دي تعتبر عليا لايبيليتي، هي دين عليا لحين السداد بالدين ده وهو تقديم الخدمة. اتمنى اكون مطولتش عليك في الاكاونتنج ايكويشن. الاكاونتنج ايكويشن تاني بسيطة، بتتكلم في ثلاثة اكاونتات مينلي واثنين سايد، السايد الليفت سايد اسمه الاسيتس، تاني هو الريسورسز الاوند باي بزنس ودي الامثلة بتاعته، الرايت سايد هو هاو تو فاينانس، ازاي انا هعمل تمويل للانفستمنت بتاعي. وكان عندي ليه طريقتين، انا بجيب الفلوس دي يا اما من الكابيتال يا اما من اللايبيليتي، واتكلمنا بعد كده عن كل حساب على حدة. تعالى نتكلم في كيفية التسجيل. انا وانا بسجل بسجل ازاي في الدول افكت، وايه تأثير الدول افكت عليا وهمشي عليه ازاي. بس تعالى في الاول نقفل شوية التعريفات اللي عندنا. اول حاجة بعرف الاسيتس، واحنا قلناه في السلايد اللي قبل كده، وقلت ان الاسيتس are resources that business own، ان البزنس بيملكها. common characteristic of assets، الخصلة المميزة المشتركة ما بين كل الاصول، وهي it's a capacity to provide a future service or future use، هي قدرتها على تقديم خدمة واستفادة في المستقبل. اثنين الليابيليتي، قلنا ايه هي الليابيليتي؟ هي التزامات، هي ديون على الاونر ولا البيزنس؟ لا على البيزنس، عشان احنا فاصلين ده عن ده. هي claim or obligation against assets، assets اللي هو الانفستمنت المشروع نفسه. ثلاثة الاونر ايكويتي اللي هي كانت اخر حاجة عندي على right side، it's equal to the total assets minus total liability. تعال نشوف ازاي هنشتغل على الاكاونتنج ايكويشن. لو جيت قلت لك دي بالظبط عامله زي الميزان ابو كفتين، اللي هحطه يمين لازم احطه شمال، عشان انا متفق معاك ان انا لازم اطلعها بالانس، ما هي في النص ايكوال. خدت رياضه في حياتك او ما خدتش، خدت ماس او ما خدتش، هو دي ايكويشن، فانا لازم اطلع الليفت سايد اد رايت سايد. لو انا جيت هنا عملت ترانزاكشن ادت لزياده في الاسيتس ب 1000، ده معناه ان اكيد هيبقى في زياده في الرايت سايد. طيب ايه الحل الثاني؟ ممكن الرايت سايد يبقى في الليابيليتي. ايه الحل الثاني؟ ما دام في زياده في الاسيتس ممكن يبقى في زياده في الاونر ايكويتي. هما دول الحلين الوحيدين؟ لا، احنا بنفرض فرضيات. اللي انا محتاج اوصله لك ان انت لو زودت في الليفت سايد انت لازم تزود في الرايت سايد. انت هنا زودت في الليفت سايد في الاسيتس لازم تزود في الرايت سايد 1000 في الاسيتس. تقول لي انت بتديني اكزامبل، انت هنا مثلا استلفت 1000 جنيه من واحد صاحبك او من واحد في المشروع يعني بتاعك، الكاش بتاعك حصل له ايه؟ زاد. الكاش ده اللي هو موجود في الاسيتس. طب والديون اللي عليك حصلت لها ايه؟ زادت. فبقى عندك هنا انكريز ب 1000 وهنا انكريز ب 1000، فبقى عندي اتزان. هنا حصل انكريز في الاسيتس ب 1000 وانكريز في الاونر ايكويتي ب 1000. هتقولي ماشي كده محافظها بالانس، بس قول لي ده ممكن يكون ازاي؟
انت اكرامي صاحب المشروع دفع 1000 جنيه زياده اسيتس او دفع 1000 جنيه زياده انفستمنت في المشروع، الكاش بتاعك انت المشروع حصل له ايه؟ زاد ب 1000. طب والكابيتال اللي هو كان في الاونر ايكويتي برضه حصل له ايه؟ زاد ب 1000. يبقى اي ترانزاكشن لازم يكون ليها ديول افكت، ادي افكت وادي افكت، ادي افكت وادي افكت. طب يا ترى لازم يكون التاثير في الطرف ده والطرف ده بس، ولا ممكن هنا وهنا وهنا؟ تعالى كده نبص دي. هنا مثلا عندي اونر ايكويتي واللايبيليتي، هنا حصل ديكريز وهنا حصل انكريز، لازم يطلعوا بالانس. ايه ده بالانس ازاي؟ انت عملت انكريز وديكريز في نفس السايد. هقول لك اه، عشان كده بالانس. انا عملت هنا انكريز يعني انا عندي زياده 1000، وعملت هنا ديكريز يعني عندي هنا ناقص 1000. لو جمعت الافكتين دول هتلاقيهم صفر. هنا 1000 و1000، فكده البالانس بتاعي 1000 يمين و1000 شمال. هنا 1000 و1000، فكده البالانس بتاعي 2000 يمين و2000 شمال. هنا صفر، فالبالانس بتاعي بقى 2000 يمين و1000 و1000 بقى 2000 شمال و1000 و1000 يمين، يعني عندي برضو التوتال بتاعهم 2000. وبكده اكون اثبتت لك ان انا لازم اي ترانزاكشن تحصل يكون ليها ديول افكت، والديول افكت ممكن يبقى انكريس في الليفت سايد وانكريس في الرايت سايد، او ديكريس في الليفت سايد وديكريس في الرايت سايد، او انكريس وديكريس ات ذا سيم سايد، سواء كان في الليفت او سواء كان في الرايت. حته مهمه جدا محتاجين نثبتها واحنا شغالين مع بعض واحنا شغالين ريكوردنج عموما، هو انا بعمل ريكورد للترانزاكشن اللي حصلت بعد ما عملت ايدنتيفاي. طبعا انا بعمل ريكورد لمين في الترانزاكشن؟ انا بعمل ريكورد للافكت بتاع الترانزاكشن. يعني لو جيت قلت لك ان انت معاك 200 جنيه وانا دلوقتي اديتك 100 جنيه، انت مش هتروح تسجل اللي انت معاك 300، امال انت هتسجل ان الكاش بتاعك زاد ب 100. انت هتسجل اونلي الافكت بتاع الترانزاكشن اللي هيحصل على الاسيتس او اللايبيليتي او على الاونرز ايكويتي. تعالى نتكلم في الحته بتاعه الانكريز والديكريز من حيث الاسيتس واللايبيليتي والاونر ايكويتي. اتفقت معاك من دقيقه ان انا بسجل الافكت اللي هيحصل على الاسيتس واللايبيليتي والاونر ايكويتي. تعالى نفرض مع بعض فرضيه اللي احنا بنشتغل اسيتس بس. يعني ايه؟ اشتريت عربيه كاش، فالكاش عندي قل والكارز عندي زادت، واحد زاد واحد قل بنفس الرقم في نفس السايت، فانا عندي بالانس. فيجي يقول لك so we say that assets may increase and decrease. لو انت اشتريت عربيه فالاسيتس زادت، لو انت اشتريتها كاش فالكاش قل فالاسيتس قلت. كذلك في اللايبيليتي، لو انت عليك دين استلفت اللايبيليتي زادت، لو دفعت الدين اللايبيليتي قلت، فاللايبيليتي ممكن يحصل لها انكريز وديكريز. مشكلتي كلها هتحصل عندي في الاونر ايكويتي. اتفقنا في الاونر ايكويتي في السلايد اللي قبل دي ان الاونر ايكويتي فيها اربع اكونتات: كابيتال، ريفينيو، اكسبنسز، ودروينج. ارجع تاني للنقطه اللي انا لسه قايلها، اللي انت بتسجل الايفكت بتاع الترانزاكشن اللي حصل على الاسيتس او اللايبيليتيز او الاونرز ايكويتي. تعالى ناخد واحد واحد منهم ونشوف التاثير بتاعه هيبقى عامل ازاي. لو جيت قلت لك ان الكابيتال بتاعك زاد، الاونر عمل انفستمنت زياده، معنى كده ان الكابيتال زاد صح؟ تقول لي اه. طب هو الكابيتال لما يزيد الاونر ايكويتي هيحصل له ايه؟ حق اكرامي في المشروع هيحصل له ايه بالظبط؟ هيزيد. فانا كده عندي الانكريز الاونر ايكويتي باي كابيتال. الكابيتال لو زاد حق اكرامي في المشروع هيزيد، الكابيتال لو قل حق اكرامي في المشروع هيقل. يعني الكابيتال ماشي دايركت مع الرول اللي احنا بنتكلم فيها. طيب الريفينيو، لو المشروع حقق ايرادات حق اكرامي في المشروع هيحصل له ايه بالظبط؟ هيزيد. فكل ما الريفينيو يزيد حقه يزيد، فيحصل لها انكريز، يعني هاف بوزيتيف افكت. يعني لحد دلوقتي ولحد الدقيقه اللي احنا واقفين عندها الكابيتال والريفينيو هاف بوزيتيف افكت ان اونر ايكويتي. يعني لو الكابيتال زاد او الريفينيو زاد الاونر ايكويتي هتزيد، الكابيتال لو قل الاونر ايكويتي هتقل، يعني ماشيه دايركت. اما الاكسبنسز والدروينج، لو انا جيت قلت لك ان الاكسبنسز بتاعت مشروعك زادت، المصاريف بتاعت المشروع زادت، يا ترى حقك في المشروع هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. مش بتسمع كده واحد يقول لك ده انا بصرف من راس مالي، بصرف بدفع اكسبنسز من الكابيتال بتاعي، يعني كل ما الاكسبنسز بتزيد كل ما الاونر ايكويتيز هتقل، وكذلك الدروينج. لو ما كنتش فاهم من السلايد دي، الموضوع اللي جاي ده هيبين لك الموضوع اكتر. احنا اتفقنا ان الاسيتس واللايبيليتي ماشيين بصوره طبيعيه، لو اشتريت اسيتس فالاسيتس زادت، بعت اسيتس فالاسيتس قلت، خدت كاش الاسيتس زادت، دفعت كاش الاسيتس قلت، لايبيليتي اتدينت اللايبيليتي هتزيد، دفعت الدين اللايبيليتي هتقل. المشكله كلها عندك في الاونر ايكويتي. الاونر ايكويتي عندي حاجتين دايما انكريز وعندي حاجتين دايما ديكريز، مش هما اللي بيزيدوا مش هما اللي بيقلوا،
لا ده الافكت بتاعهم على الاونر ايكوتي. يعني ايه؟ لو انا جيت كلمتك في الكابيتال، ايه هو الكابيتال؟ الكابيتال هو الانفستمنت باي اونر. كل ما الانفستمنت باي اونر يزيد كل ما الاونر ايكوتي هتزيد. يعني لو الكابيتال زاد الاونر ايكوتي هتزيد. طيب الريفينيو مهم جدا. تعريف الريفينيو بيقول لك الريفينيو از ذا جروس انكريز ان اونرز ايكوتي ريزلت فروم بزنس اكتيفيتي. هو صافي الزياده اللي حصلت في الاونرز ايكوتي نتيجه البيزنس اكتيفيتي، يعني نتيجه شغل الشركه. هتقول لي انت عايز ايه؟ هقول لك يعني بالراحه، هو مش الاونرز ايكوتي ممكن يزيد بكام حاجه؟ صح، اتنين، الكابيتال والريفينيو. طب انا عايز اعرف الكابيتال لوحده، يبقى اشغل معايا ان الاونر ايكوتي ده زاد فور انفستمنت اند بزنس اكتيفيتي. انا عايز اعرف الريفينيو، يبقى هشيل الانفستمنت، يبقى انا هشتغل ان الريفينيو بتاعي از ا جروس انكريز، يعني هو صافي الزياده ان اونر ايكوتي ريزلتنج فروم ذا بزنس اكتيفيتي. ديكريز ان اونر ايكوتي، الحاجات اللي بتقلل الاونر ايكوتي هي الاكسبنسز والدروينج. قلنا ايه هي الاكسبنسز؟ هي المصروفات اللي على المشروع. كل ما المشروع اشتغل، كل ما المشروع بقى عنده اكسبنسز، كل ما النيجاتيف افكت على الاونر ايكوتي زاد. يعني كل ما الاكسبنسز تزيد الاونرز ايكوتي هتقل. ذا كوست، ايه هو تعريف الاكسبنسز؟ قال لك ذا كوست اوف اسيتس كونسيومد، تكلفه الاصول اللي انت استخدمتها. واحنا قلنا ان اسيتس يعني ريسورسز، صح؟ فمعنى كده ان الاكسبنسز از ذا كوست اوف اسيتس كونسيومد، يعني از ذا كوست اوف ريسورسز كونسيومد، زي ما كنا حاطينها في الاكاونتنج ايكويشن، اور سيرفيس ذات يوزد ان ذا بروسيس اوف ايرنينج ريفينيو، او الخدمات اللي انت استخدمتها عشان تقدم خدمه ويجي لك منها ريفينيو. اخر حاجه عندي دروينج اللي هي المسحوبات الشخصيه. قال لك اني اونر مي ويزدرو كاش اور اذر اسيتس فور بيرسونال يوز، اي واحد ممكن او الاونر ممكن يسحب فلوس. الفلوس اللي سحبها دي سحبها ليه؟ ده اللي هيفرق هي دروينج ولا مش دروينج. لو قال لي ان الفلوس اللي اتسحبت دي فور بيرسونال يوز، فمعنى كده ان الاكونت ده بيتكلم عن الدروينج. تعال نطبق عن اللي احنا خدناه وناخد 10 ترانزاكشن يبينوا لي انا هشتغل ازاي على اكاونتنج ايكويشن. في الاول كده سؤال اسمه تيبل اناليسس، او حاجه انا بعملها اسمها تيبلر اناليسس. بعمل فيها ايه؟ بعمل اناليسس للترانزاكشن اللي هتيجي، واشوف الترانزاكشن دي اثرت على كام اكاونت عندي في الاكاونتنج ايكويشن، واسجل الانكريز والديكريز بتاعها اللي حصل عندي في الاكاونتنج ايكويشن. تعال ناخد اكزامبل ونشوف الموضوع ده ماشي ازاي. الاكزامبل الاولاني بيقول لك اني طبعا وانا شغال في الاكاونتنج مش محتاج اعرفك ومش محتاج اقول لك، اللي انا محتاج اركز في الاسماء وفي التواريخ واقرا الترانزاكشن بالراحه. لازم اعرف مين صاحب الشركه، مين اللي اشترى ومين اللي باع، ثمن البيعه كام، اتدفع منه كام كاش وكام اون كريدت. لازم اقرا كويس جدا وبالراحه. بالاول بيقول لي في واحد اسمه رينل ستارت سمارت فون اب ديفلوبمنت كومباني. واحد اسمه رينل عمل سمارت فون اب ديفلوبمنت كومباني، شركه سوفت وير ديفلوبمنت، ويتش هي نيم ذات سوفت بايت، سماها سوفت بايت. كده الراجل اسمه رينل فتح شركه اسمها سوفت بايت في 1 سبتمبر، يعني تاريخ تاسيس الشركه دي كان في 1 سبتمبر 2017. هي انفست 15,000 كاش. الراجل ده عمل انفستمنت، عمل استثمار ب 15,000 جنيه كاش ان بزنس. تعال نشوف الترانزاكشن دي انا هسجلها عندي ازاي. ادي الاكاونتنج ايكويشن بتاعتي. انا قريت الترانزاكشن وعرفت ان في واحد اسمه رينل عمل انفستمنت في شركه اسمها سوفت بايت، وعمل انفستمنت ب 15,000. تعال نشوف ال 15,000 دول اسجلهم عندي ازاي. هو دفع الانفستمنت ده ازاي؟ مش كاش؟ طب تعالى كده نسجل كده انت قريت وفهمت ان الراجل ده حط من جيبه صاحب الشركه في الشركه اللي انا المحاسب بتاعها. طول عمرك وانت شغال انت المحاسب بتاع الشركه مش المحاسب بتاع الاونر. الراجل اللي اسمه اكرامي صاحب الشركه حط 15,000 جنيه كاش انفستمنت في الشركه، يعني الكابيتال بتاع الشركه زاد اللي هو الانفستمنت باي اونر، والكاش اللي في خزنه الشركه زاد. معنى كده اللي عندي كام تاثير؟ اثنين، زياده وزياده. بس زياده في مين وزياده في مين؟ زياده في الكاش ب 15 وزياده في الكابيتال بتاع الشركه ب 15. تعالى كده نتاكد احنا شغالين بالانس ولا لا. بص كده في الليفت سايد الاسيتس فيها كاش ب 15، الرايت سايد في كابيتال ب 15، يعني 15 ليفت و15 رايت. فانت كده عندك بالانس، انت كده حلل صح
كده تقدر تخش في الخطوه والترانزاكشن اللي بعدها. ترانزاكشن 2 اللي بعد ترانزاكشن 1 اللي احنا لسه مخلصينها، اللي عرفنا ان الشركه فيها اسمها سوفت بايت، والاونر بتاعها ليه اسمه رينل، والشركه دي شغاله في سوفت وير ديفلوبمنت. بيقول لك ان الشركه دي اللي اسمها سوفت بايت بيرشيز كمبيوتر ايكويبمنت ب 7000 جنيه كاش. يعني اللي حصل اللي حضرتك رحت اشتريت من مركز كمبيوترات، اشتريت كمبيوتر ب 7000 دولار كاش، خرجت من جيبك يا شركه 7000 جنيه عشان تاخد كمبيوتر تحطه في الاسيتس بتاعك ب 7000 جنيه. ايه الافكتين اللي عندك؟ الافكتين اللي عندي كلهم موجودين في الاسيتس، ودي حاجه احنا ما قلناهاش في الاكزامبل اللي فات، ان انا كده عندي اسيتس انكريز واسيتس ديكريز. ازاي؟ انت خرجت من جيبك 7000 جنيه كاش، فالكاش قل ب 7000 جنيه، وفي نفس الوقت انت اشتريت كمبيوتر، يعني الاسيتس اللي عندك حصل لها انكريز ب 7000 جنيه. فمعنى كده اللي في الترانزاكشن دي سوفت بايت اشترى كمبيوتر ب 7000 جنيه كاش، فانت عندك اسيتس زاد ب 7 عن طريق الايكويبمنت، واسيتس قل ب 7 عن طريق الكاش. تعال نخش على الترانزاكشن اللي بعدها، ترانزاكشن 3 اللي بتقول ان في شركه اسمها سوفت بايت، دي الشركه اللي حضرتك شغال فيها، بيرشيزد ب 1600 جنيه فروم موبايل سوليوشن. مين موبايل سوليوشن ده؟ موبايل سوليوشن ده واحد اللي باع لك الحاجات. يعني سوفت بايت اشترى من موبايل سوليوشن حاجات ب 1600 دولار، عباره عن هيدسيتس اند اذر كمبيوتر اكسسوري، عباره عن سماعات وكمبيوتر اكسسوري، شويه ماوسات على كيبوردات وحركات كده. اكسبكتد تو لاست سيفرال مانس، هتقعد معاك اكتر من شهر عشان يثبت لك اللي هي اسيتس وبتقدم لك فيوتشر يوز. موبايل سوليوشن اجري تو الاو سوفت بايت تو باي ذيس بيل ان اكتوبر. اوف، فاكر في ترانزاكشن وانا ما قلت لك ان التواريخ مهمه؟ فاكر في ترانزاكشن وانا احنا كنا عاملين الشركه دي يوم كام؟ يوم 1 سبتمبر. النهارده احنا لسه في 1 سبتمبر، والراجل اشترى حاجات من شركه اسمها موبايل سوليوشن ب 1600 جنيه، وصاحب الشركه قال له انا موافق اللي انت تدفع الفاتوره دي في اكتوبر. يعني النهارده الباب خبط ادوك البضاعه وقال لك هنحصل منك في 1 اكتوبر. انت خدت البضاعه ولا ما خدتهاش؟ خدت السبلايز ولا ما خدتهاش؟ خدتها، بس دفعت فلوسها كاش؟ لا ما دفعتش. يبقى ليك ولا عليك؟ عليك. في الفيوتشر هتدفع ولا هتاخد؟ هدفع. يعني في الفيوتشر اي ويل باي ال1000 جنيه. فانا كده عندي اسيتس 1600 سبلايز زادت، واللايبيليتي عندي 1600 جنيه في الاكونت بيبل. تعال نخش على ترانزاكشن 4 اللي بتقول ان سوفت بايت ريسيف سوفت بايت، الشركه اللي انت شغال فيها، ريسيف 1200 جنيه كاش. حد جدك 1200 جنيه كاش ليه؟ فور اب ديفلوبمنت سيرفيس ات هاز بين بيرفورمد، مقابل خدمه انت ات هاز بين بيرفورمد قدمتها. كده انت عرفت اللي فيه حاجتين، في حاجه كاش والحاجه الثانيه انا لسه شاكك فيها، هي ريفينيو ولا ان ايرند. تعال نفكر كده، قال لك ان السيرفيس دي هاز بيرفورمد، انت قدمتها، مبروك، عندك ايرادات. لو تفتكر كان الفرق في الاكاونتنج ايكويشن ما بين الريفينيو والان ايرند الخدمه اتقدمت ولا لا؟ قال لك هنا ان الخدمه هاز بيرفورمد، خلاص اتقدمت، شكرا. فانا كده عندي كاش ب 1200 جنيه هيزيدوا عندي في الاسيتس، وعندي ريفينيو ب 1200 جنيه. اتمنى ترانزاكشن 5 بتقول، هتقولي طب احنا ليه كل مره بنعيد دول؟ انت المفروض تحل ال 10 ترانزاكشن دول في جدول واحد من ده. فانا عشان ما تبقاش اللي قدامك الحاجات كتير، فاحنا عملنا كل واحده لوحدها وبنعيد الجزء بتاع الاربعه اللي فاتوا، يعني لحد هنا دي الترانزاكشن اللي قبلها. قال لك سوفت بايت ريسيف بيل، يعني ايه سوفت بايت ريسيف بيل؟ الباب خبط وحد جدك فاتوره، اللي هو لما بيخبط عليك في الشركه ولا في البيت وحد يديك فاتوره، معنى كده اللي انت عليك اكسبنسز، او في اكسبنسز ولا في ريفينيو. فكر كده، وانا راكب اوبر نزلت جات لي البيل، انا عملت ريسيف لبيل عشان انا ركبت اوبر، عشان انا اتقدم لي خدمه، عشان انا بقى عليا اكسبنسز. فما يجي في اي ترانزاكشن يقول لك اللي انت ريسيف بيل، انت كده دماغك هتنور في اول تاثير، وهو اللي انت كده عندك اكسبنسز ب 250 جنيه. ماله ال 250 جنيه؟ قال لك فروم ذا ديلي نيوز فور ادفرتايزنج اون اتس اونلاين ويب سايت، عشان انت عملت اونلاين ادفرتايزنج على ويب سايت، بت بوستبون بيمنت انتر ليتر ديت. يعني ايه postpone payment until later date؟ يعني انت عملت الاعلان وما دفعتش،
خدت الخدمه ولا ما خدتهاش؟ خدت الخدمه. الخدمه اتقدمت لك ولا ما اتقدمتش؟ اتقدمت. يبقى فانت عرفت كده من اللي فات اللي انا كده استلمت فاتوره ب 250 جنيه فبقى عندي اكسبنسز ب 250 جنيه. واحنا خدنا في اول الفيديو ان الاكسبنسز كل ما يحصل لها انكريز بتعمل ديكريز افكت او نيجاتيف افكت على الاونر ايكويتي، فهيبقى عندي نيجاتيف 250 في الاكسبنسز وانا ما دفعتش الفلوس بتاعه الفاتوره عشان عملت بوستبون تاخرت على الدفع، فبقى عليا نوت بيبل او اكاونت بيبل. والله كده ينفع وكده ينفع عشان هو في السؤال مش قايل، فلو لقيت حد حللها اكاونت هو ما غلطش وانا ما غلطتش، هي المفروض اكاونت او نوت مش هتفرق. تعال نخش على ترانزاكشن 6 اللي بعدها اللي بتقول ان سوفت بايت بيرفورم ا سيرفيس. سوفت بايت الشركه اللي انت شغال فيها بيرفورم 3500 اوف اب ديفلوبمنت سيرفيس فور كاستمر. عملت خدمه لزبون ب 3500 بيرفورمها، يعني خلاص انا بقى عندي 3500 ريفينيو. طيب اب ديفلوبمنت سيرفيس فور كاستمر لزبون، ذا كمباني ريسيفد كاش 1500. حضرتك جيت خدت كورس ب 3500 جنيه خدته خلاص ودفعت لي 1500 جنيه كاش، and the balance and it spills the balance 2000 on account، والباقي ابو 2000 جنيه كان on account. يعني انا كشركه عملت لحد ديفلوبمنت، عملت لحد سوفت وير ب 3500 عملته، فبقى عندي ريفينيو ب 3500 اداني 1500 كاش. حلو، انا عندي ريفينيوز ب 3500 بوزيتيف، خدت 1500 كاش، فالكاش بتاعي زاد ب 1500 and the balance on credit. طب اون كريدت او اون بالانس دماغي هتروح لحاجتين، يا ترى هو اكاونت بيبل ولا اكاونت ريسيفبل؟ ال 3500 جنيه اللي انت خدت منهم 1000 ونص دول، ال 2000 جنيه دولت اللي باقيين ليك ولا عليك؟ ليك، عشان انت اللي عملت الخدمه. في الفيوتشر هتعمل لهم ريسيف ولا هتعمل لهم بي؟ هعمل لهم ريسيف. يبقى هم اكاونت ريسيفبل اللي في الاسيتس ولا اكاونت بيبل اللي في الليابيليتي؟ بالظبط هم اكاونت ريسيفبل اللي موجودين في الاسيتس. ترانزاكشن 7 بيقول ان سوفت بايت باي ذا فولوينج اكسبنسز. سوفت بايت الشركه اللي انت محاسب بتاعها دفعت المصروفات الاتيه كاش، يعني كل المصاريف اللي هو يقول لي دي دفعت كاش، يعني الكاش عندك هيقل، عباره عن 900 600 رنت، 900 سالري اند ويجز، 200 يوتيليتي. يعني ايه يوتيليتي؟ يعني ميه وكهرباء. دفعت مصروفات الاجمالي بتاعها 1700 جنيه، معنى كده ان الاكسبنس بتاعتك هيحصل لها ديكريز. هتقول لي يا عم دي الاكسبنس زادت، ديكريز ايه؟ ارجع واقول لك تاني ان البوزيتيف دي والبوزيتيف دي بتاعت الايفكت، سوري النيجاتيف دي والنيجاتيف دي بتاعت الايفكت اللي حصل على الاونر ايكويتي. هي اه الاكسبنس زادت، بس الاكسبنس لما تزيد عندها نيجاتيف ايفكت على الاونرز ايكويتي. فانت عندك نيجاتيف 1700 في الاكسبنسز والفلوس دي اتدفعت كلها كاش، فبقى عندك ديكريس في الكاش برضو ب 1700، الدنيا برضو بالانسد. ترانزاكشن 8 بتقول سوفت بايت باي اتس 250 فور ديلي ان كاش. دفعت الفلوس اللي عليك للديلي نيوز بيلين كاش. لو تفتكر معايا هنا كده في ترانزاكشن 5 اللي هو عامل لك ليها منشن، انت كان عليك 250 جنيه بتوع فاتوره بنيجاتيف 250 انت ما دفعتهاش، النهارده انت دفعتهم، فبقى عندك نيجاتيف 250 في الاكسبنسز دي نيجاتيف، النهارده هتدفعهم كاش. طب يا ترى اروح اسجل اكسبنسز تاني؟ يعني احط هنا بوزيتيف؟ لا طبعا. هو انت دفعت الفاتوره اللي عليك ولا دفعت الدين؟ يا ترى انت عملت اعلان تاني ولا دفعت ثمن الاعلان الاولاني؟ لا انت دفعت ثمن الاعلان الاولاني اللي كان في ترانزاكشن 5، فالكاش عندك هيقل ب 250 والنوت بيبل عندك هتقل ب 250. ترانزاكشن 9 بتقول لك ان سوفت بايت ريسيف 600 ان كاش فروم كاستمر هو هاد بين بيلد فور سيرفيس ان ترانزاكشن 6. تعالى كده نفتكر ترانزاكشن 6 كانت بتقول ايه. ترانزاكشن 6 كانت بتقول اللي انت عملت خدمه لحد ب 3500 جنيه، دي برضه نيجاتيف. ترانزاكشن 6 كانت بتقول ان انت عملت لحد خدمه ب 3500 جنيه اداك 1500 كاش وكان ليك عنده 2000. الراجل ده النهارده سوفت بايت ريسيف 600 كاش، استلمت منه حضرتك 600 جنيه كاش.
معنى اللي انت استلمت 600 جنيه كاش from customer who had been billed اللي انت كنت باعت له فاتوره زمان اللي انت عملت له خدمه تانية ولا انت بتحصل ثمن الفاتوره الاولانيه؟ بالظبط انت بتحصل ثمن الفاتوره الاولانيه عشان هو ما قالكش ان دي فاتوره جديده، دي فاتوره هو had been billed انت كنت اوريدي باعتها for service in transaction 6. يعني انت النهارده بتحصل 600 جنيه من ال 2000 جنيه اللي كانوا ليك، بالظبط الكاش بتاعك هيزيد ب 600 والاكونت ريسيفبل اللي ليك هيقل ب 600. وختموها مسك ترانزاكشن 10 اللي بعدها هنوقف الفيديو، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيتكلم عن الفاينانشال ستيتمنت وناخد مثال عليه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ترانزاكشن 10 بيقول لك رينيل وذرو. مين رينيل؟ رينيل ده لو تفتكر من ترانزاكشن 1 كان هو الراجل صاحب الشركه، عمل معايا حاجه اول مره بقى نشوفها من في اول الترانزاكشنز اللي اشتغلنا عليها، عمل معايا حاجه اسمها وذرو. وذرو يعني سحب، يعني عمل مسحوبات فور بيرسونال يوز. شاطر بالظبط اللي هي دروينج بتاعت الاونر ايكويتي. عمل وذرو ب 1300 كاش، فالكاش بتاعي هيقل ب 1300 ودروينج عندي بنيجاتيف 1300. طب هي ليه نيجاتيف 1300؟ عشان الدروينج زيها زي الاكسبنسز، كل ما تزيد حق الاونر في المشروع هيقل، كل ما يسحب لنفسه المشروع او حقه في المشروع هيقل، وكده يكونوا خلصوا ال 10 ترانزاكشن بتوعي. اخش على اخر خطوه وهي خطوه السمرايز اللي بعد الريكوردنج. يعني الريكوردنج في ريكوردنج وسمرايز. السمرايز هو ما والا غير اللي انا بجمع التوتال بتاع كل كولم من اللي انا اشتغلت عليهم. يعني هنا الكاش دول ال 10 ترانزاكشن بتوعي، انا جمعت الكولم ده كله كان فيه كام، فانا جمعت ده زائد ده زائد ده زائد ده ناقص ده ناقص ده ناقص ده ناقص ده قدامي 8050، وكذلك في الكمبيوتر وكذلك في السبلايز وفي الاكونت ريسيفبل. المشكله اللي ممكن حد منكم يلاقيها هي المشكله هنا اهو، ازاي 250 و1700 يبقوا 1950؟ ده الاثنين نيجاتيف. معلش حضرتك لو كنت ادبي فانت هيبقى عندك المشكله دي، هو نيجاتيف 250 شلت منهم 1700، فالبالانس بتاعي يبقى نيجاتيف 1950. انا ما خرجتش من نيجاتيف، انا زودت النيجاتيف حبه، يعني بدل ما نيجاتيف 250 زودت عليهم نيجاتيف 1700. وانت شغال في الامتحان ما تحط الساين في النص على الكالكوليتر، اشتغل على الساين اللي موجود عندك في السؤال. يعني هنا نيجاتيف 250 ناقص 1700، فالبالانس بتاعي يبقى 1950. كده انا طلعت البالانسات بتاعه كل كولم منهم. تعال نتاكد انا شغلت صح ولا غلط ونشوف التوتال بتاع كل سايد لوحده. ادي الاسيتس، ادي الكاش 8050، ادي الكمبيوتر 7000، سبلايز 1600، اكونت ريسيفبل 1400. لو جمعنا الاربعه هنلاقي 18050. الاكونت بيبل هنا بصفر، سوري النوت بيبل هنا بصفر، الاكونت بيبل ب 1600، يعني معايا بالانس 1600. اخر حاجه جمعت الكابيتال والريفينيو والاكسبنسز اللي بالنيجاتيف والدروينج اللي بالنيجاتيف، اداني بلس 16450. ولو خدت بالك هتلاقي ان ال 18050 هو مجموع ال 1600 زائد 16450. خلاص ده سؤال هتست بيه نفسك وتست بيه انت كنت فاهم الفيديو ولا لا. هتلاقي الاجابه بتاعته تظهر عندك بعد دقيقه، انت هتوقف الفيديو وتحل السؤال بعد كده تتاكد من اجابتك. ده سؤال 5 ترانزاكشن زي ال10 اللي احنا حليناهم، دول خمسه بس منهم. هتلاقي هياخد معاك وقت في المتوسط المفروض في اول مره من ربع لتلت ساعه، بعد كده لازم تتدرب اكتر عشان المفروض تحله في 5 دقائق بس. مين هيوصلني للخمس دقائق؟ هو التكرار والحل، هو اللي هيمشي ايدي. سواء كنت انت واحد بتمتحن ام سي كيو او بتمتحن ريتن لازم تحل بايدك. ده السؤال اتمنى يكون واضح عندك في الكاميرا، وادي الاجابه بتاعته. انت هتعمل بوز دلوقتي وتحل السؤال بنفس الطريقه اللي فاتت وترجع تشيك على الاجابه بتاعتك دي. شرفت بيكم، اتمنى اكون ما طولتش عليكم. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشتغل على الفاينانشال ستيتمنت، الانكم ستيتمنت والبالانس شيت والاونر ايكويتي ونبتدي نحل عليهم. شكرا جدا واسف لو طولت عليكم.